السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح نحكي عن درس المستوى المائل لصف التاسع. بداية خلونا نتعرف على بعض الآلات البسيطة اللي بنتعامل معها في حياتنا اليومية. في عنا الرافعة اللي بنرفع فيها الأشياء، في عنا المستوى المائل اللي بيساعدنا عشان نرفع الأشياء، نرفعها من مكان مستوى منخفض إلى مستوى مرتفع. البكرة اللي بتساعدنا إنه نرفع الأشياء إلى أماكن مرتفعة كتير عالية، يعني لما بدي أرفع أكياس إسمنت مثلاً برفعها من سطح الأرض لسطوح البيت، يعني بعد 5 طوابق 6 طوابق. فهاي الآلات آلات بسيطة، يعني تركيبها كتير بسيط، بيكون فقط في عندي عجلة مثلاً، وبيكون في عندي خيط، بيكون في عندي قطعة خشب، بيكون عندي بكلة مثلاً. هاي عبارة عن آلات بسيطة لكن بتساعدنا بكتير أشياء في حياتنا. أول نوع من الأنواع اللي رح نحكي عنها اللي هي المستوى المائل. في الدروس السابقة رح نتعرف عن الرافعة ورح نتعرف على البكرة. بداية خلونا نتعرف أيضا شو يعني تعريف الآلة البسيطة. الآلة البسيطة هي أداة بتسهل علينا إنجاز الشغل، يعني أي إشي مثلا القلم ساعدني إني أنجز الشغل وأكتب، فهذا بسميه آلة بسيطة. أي إشي بيسهل علي إنجاز الشغل، يعني إني بخليني أنجز شغلي بوقت أسرع، بسميه آلة بسيطة. يعني بيغير مقدار القوة، يعني بدل ما يكون القوة اللي بدي أستهلكها كتير كبيرة، يعني مثلا أنا عشان أرفع صندوق عن الأرض بدي أحتاج قوة مقدارها 100 نيوتن، استخدمت الآلة البسيطة مثلا المستوى المائل خلاني أستخدم قوة مقدارها 80 نيوتن، إذن هو غير مقدار القوة، إذن هاد بسميه آلة بسيطة. أو أثر فيها باتجاه تلك القوة، يعني كان اتجاهها مثلاً كتير صعب وسهل علي أني أغير اتجاه تلك القوة، برضو بسميها آلة بسيطة. أو كليهما معاً، يعني بيغير لي مقدار القوة وبيغير اتجاه القوة مع بعض. إذن أي أداة بتسهل علي أني أنجز الشغل بسرعة بتغير مقدار القوة أو بتغير اتجاه القوة أو كليهما معاً بسميها آلة بسيطة. درسنا لليوم اللي هو اسمه المستوى المائل. شو يعني المستوى المائل؟ هي أداة تعمل على تقليل القوة اللازمة لرفع جسم لارتفاع معين. هي عبارة عن أداة بسيطة، مثل يعني أسهل مثال عندي هو لوح الخشب. هاد تخيلوا معي لوح خشب، أنا في عندي مثلا مجسم كتير كبير وصعب إني أرفعه من الأرض، بدي أرفعه من الأرض للأعلى لهم، بدي أحطه على هذا المكان، صعب إني أرفعه، بدي أجي أنزل ظهري وأرفعه وبعدين أحطه هون، فصعب علي. بروح بجيب لوح الخشب اللي هو أي مستوى مائل، أي مستوى مائل. الأجزاء المستوى المائل اللي رح أستخدمه بهذا الدرس رح أخده أملس، ما رح أخذ مستوى مائل خشن. ليش رح أخده أملس؟ لأنه إذا كان خشن رح يصير في عندي قوة احتكاك، وكلياتنا بنعرف إنه قوة الاحتكاك تعمل على ضياع الطاقة، يعني في طاقة من طاقتي رح تضيع وأنا فقط بس بحاول أرفع الجسم، يعني هيك إني أنا رح أتغلب. مشان هيك رح يكون المستوى المائل أملس عشان ما يكون في عندي قوة احتكاك وما يصير في عندي ضياع للطاقة. إذا المستوى المائل أداة تعمل على تقليل القوة اللازمة لرفع جسم لارتفاع معين، مثال عليها لوح الخشب، ومثال عليها أيضا كمان لما نكون إحنا موجودين بالمول بتلاحظوا في عنا السلالم المتحركة. هاي السلالم المتحركة موجودة عندي بشكل مائل، وفي عندي أيضا اللي ما فيها تعرجات، هاي بتكون ملساء على الآخر. إحنا لما نكون ماسكين عرباي وإحنا يعني حاملين فيها أغراض صعب إني أنزلها على الدرج، عندي هاد المستوى المائل بسهل علي إني أرفع العرباي وأنزلها. أيضا لذوي الاحتياجات الخاصة اللي بيكونوا ماشيين على كرسي متحرك أنا صعب أرفعه على درج، أيضا المستوى المائل بسهل علي إني أرفع هدول الأشخاص. أي إشي بسهل علي إني أرفع الجسم لارتفاع معين أو إنه بسهل علي يعني إنجاز الشغل بسميه مستوى مائل. هذا المثال اللي أنا رسمت لكم إياه اللي هي عبارة عن قطعة خشب بدي أرفع عليها هاي الكرة، اطلعوا كيف لما أدحرج الكرة هيك للأعلى أسهل
أسهل من إني أحملها وأرفعها وأضعها هون. طيب تعالوا نشوف مع بعض هذا السؤال. بحكي لي عند مقارنة الشغل المبذول في حالة رفع الجسم رأسياً، يعني هيك تعالوا شوفوا معي كيف بدي أرفع الجسم رأسياً. مثلاً أنا في عندي شاحنة، وفي عندي أنا هون مثلاً المكان تبع الشاحنة بدي أرفع عليه صندوق، وهي الصندوق موجود على الأرض، بدي أحط هذا الصندوق داخل الشاحنة. بدي يجي شخص، هاي شخص بده يحمل هذا الصندوق، بده ينزل حاله ويحمل يستخدم كل قوته عشان يرفع هذا الصندوق ويحط الصندوق وين؟ على الشاحنة. عشان أسهل علي إني أرفع الصندوق على الشاحنة، شو بدي أستخدم؟ هاي الشاحنة بدي أستخدم مستوى أملس. هذا المستوى المائل الأملس باجي بجيب الصندوق، وشو بيعمل؟ بروح بدفعه دفع، فبيجي الشخص بيدفع الصندوق على المستوى المائل الأملس، فبيسهل عليه إنجاز الشغل. هلأ هو ما بيقلل من الشغل، يعني بدل ما يكون عندي الشغل مثلاً 100 جول بده يقلل عليه، لا ما بيقلل الشغل أبداً، وبيساعدني على أني أنجز الشغل بوقت معين، يعني فقط بيسهل عليه إنجاز الشغل. هون بيكون صعب، بدي أستخدم قوة أكبر، لكن هون ماله أسهل علي، لأنه بيسهل علي إنجاز الشغل، فقط بدفعه ودفع، لما أدفعه أسهل من إني أرفع. تعالوا نشوف مع بعض السؤال. بحكي لي عند مقارنة الشغل المبذول في حالة رفع الجسم رأسياً، أنا بدي أرفع الجسم رأسياً، هيو حكينا هاد رأسياً، بدي أقارنه بالشغل المبذول لما بدي أستخدم المستوى المائل الأملس. مين أيهما أعلى؟ مين الشغل فيه أكتر؟ هلأ حكينا إحنا إني أستخدم مستوى مائل، هذا لا يعني إنه قلل لي الشغل، التنين أنا بدي أنجز فيهم نفس الشغل، لكن هون بقلل لي القوة، هون بدي أستخدم قوة أكبر، هون قوة أقل، إذن التنين فيهم الشغل نفس الإشي، الشغل متساوي. إذن الشغل هون والشغل هون متساوي باستخدام المستوى المائل، هذا ما يعني انه لما استخدم المستوى المائل ما بقلل الشغل، فقط بقلل القوة. يعني اذا سألتكم قلت لكم وين الشغل المنجز بيكون اكبر، التنين فيهم الشغل متساوي، هون نفس هذا المقدار، لكن بيكون عندي القوة اللي انا بستخدمها هون اقل من القوة اللي بدي استخدمها هون. هلأ إحنا عندنا أي آلة بالعالم في إلها فائدة، صح؟ هلأ إحنا هاي المستوى المائل شو بسميه؟ بسميه آلة بسيطة. طيب هاي الآلة في إلها فائدة، في عندي آلة بتكون فائدتها كتير كبيرة، آلة عندنا فائدتها أقل وأقل، وهكذا حسب نوع الآلة اللي موجودة عندي. عشان أحسب الفائدة الآلية للمستوى المائل في إلها قانون، إذا قانون الفائدة الآلية يساوي المقاومة على القوة، ورح أرمز للمقاومة بالرمز مين، ورح أرمز للقوة بالرمز قاف. إذا الفائدة الآلية للمستوى المائل، هذا القانون لأي آلة؟ للمستوى المائل، شو قانونها؟ المقاومة على القوة، وشو رمز المقاومة؟ مين، ورمز القوة؟ قاف. بدنا نعرف أن المقاومة تعريفها هي وزن الجسم المراد تحريكه على المستوى المائل ويقاس بوحدة نيوتن. إذا دائما المقاومة هي نفسها الوزن، إذا كان في عندي وزن طوالي بعرف أن المقاومة، وإذا كان عندي المقاومة وطلبت منكم الوزن بعرف أن المقاومة هي نفسها الوزن، هي عبارة عن وزن الجسم، يعني هذا الصندوق، هذا الصندوق هو المقاومة، عبارة عن وزن الجسم المراد تحريكه على المستوى المائل ويقاس بوحدة نيوتن. خلينا نشوف تعريف القوة، هي قوة السحب للجسم المراد تحريكه على المستوى المائل ويقاس بوحدة نيوتن. مين اللي بيفتعل القوة في الجسم؟ أنا مصدر القوة. وشو هي المقاومة؟ اللي هي الجسم اللي أنا بدي أحركه، حكينا هو وزن الجسم المراد تحريكه على المستوى المائل، هديك المقاومة. أما القوة هي قوة السحب للجسم، يعني أنا القوة هاي أنا اللي أنا بعطيها للجسم اللي أنا بدي أحركه على المستوى المائل، وأيضا يقاس بوحدة نيوتن. إذا المقاومة تقاس بوحدة نيوتن، والقوة أيضا تقاس بوحدة نيوتن. في عنا قانون آخر للفائدة الآلية، هلأ بيختلفوا القوانين حسب المعطيات الموجودة عندي بالسؤال. إذا كان عندي قوة ومقاومة بدي أستخدم السؤال اللي أعطيتكم
لكن إذا كان في عندي طول المستوى وارتفاع المستوى راح أستخدم هذا القانون اللي هو الفائدة الآلية تساوي لام على عين. شو يعني لام؟ هي طول المستوى المائل. شو يعني عين؟ هي ارتفاع المستوى المائل. وارتفاع المستوى المائل وطول المستوى المائل يقاس بوحدة متر. دائما الأطوال والارتفاعات العرض دائما يقاس بوحدة متر. إذا طول المستوى المائل يقاس بوحدة متر وارتفاع المستوى المائل يقاس بوحدة متر. إذا صار في عندي قانونين للفائدة الآلية، لام على عين اللي هو طول المستوى على ارتفاع المستوى، وأيضا عندي قانون ميم على قاف اللي هو المقاومة على القوة. في عندي معلومة بقول لي إنه لا يوجد وحدة للفائدة الآلية. طب ليش ما في عندي وحدة للفائدة الآلية؟ بحكي لي لأنها حاصل قسمة كميتين من النوع نفسه. شو يعني؟ يعني تعالوا معي، الفائدة الآلية تساوي ميم على قاف. شو وحدة المقاومة؟ نيوتن. شو وحدة القوة؟ أيضا نيوتن. نيوتن مع نيوتن بيروحوا، فبطل في عندي وحدة للفائدة الآلية لأنها حاصل قسمة كميتين من النوع نفسه على بعض، يعني بيروحوا مع بعض، فالفائدة الآلية ما إلها وحدة. أيضا القانون الآخر اللي هو الفائدة الآلية تساوي لام على عين. لام اللي هي طول المستوى، شو وحدتها؟ ميم اللي هي متر، وعين ارتفاع المستوى، شو وحدتها؟ متر. متر مع متر راحوا، بطل في عندي إشي وحدة للفائدة الآلية. إذا دائما لما يكون في عندي حاصل قسمة كميتين من النوع نفسه على بعض ما بيكون في عندي وحدة للمطلوب عندي بالسؤال. إذا الفائدة الآلية لا يوجد لها وحدة، وهي البرهان تبعها. بحكي لي لما أقلل ارتفاع المستوى المائل وأزيد طوله رح تزيد عندي الفائدة الآلية، وبالتالي رح يقلل من الشغل. شو يعني؟ تعالوا معي، عندي حكينا الفائدة الآلية تساوي المقاومة على القوة. بيقول لي إذا قللت ارتفاع المستوى بدي أو تعالوا نستخدم هذا القانون اللي هو ارتفاع المستوى وطول المستوى. طيب الفائدة الآلية وطول المستوى شو العلاقة اللي بينهم؟ طردية. حكيت لكم دائما لما يكونوا المساواة بينهم جنب بعض بتكون العلاقة طردية، ولما يكونوا هاي تطلعوا عكس بعض بتكون العلاقة عكسية. إذا دائما إذا كانوا جنب بعض العلاقة طردية، هون علاقة طردية، وإذا كانوا عكس بعض شو بتكون العلاقة؟ عكسية. طيب إحنا بنعرف إنه بالعلاقة الطردية إشي بزيد والإشي التاني بزيد، بالعلاقة العكسية إشي بزيد وإشي بقل. إذا بالعلاقة الطردية إشي بزيد وأيضا الإشي التاني بزيد، لكن بالعلاقة العكسية إشي بزيد والإشي التاني ماله بقل. طيب أنا بدي الفائدة الآلية تزيد، فشو بعمل بطول المستوى؟ بزيده. إذا كل ما زاد طول المستوى شو بيصير بالفائدة الآلية؟ بتزيد، لأنه العلاقة بينهم طردية. حكينا دائما بالعلاقة الطردية إشي بيزيد والإشي الثاني بيزيد. إذا أنا بدي أزيد الفائدة الآلية، شو بعمل بطول المستوى؟ رح أزيده. إذا كل ما زاد طول المستوى شو بيصير بالفائدة الآلية؟ بتزداد. طيب أنا بعرف إنه بين ارتفاع المستوى والفائدة الآلية العلاقة عكسية، يعني لازم إشي عندي يقل عشان الإشي الثاني يزيد. أنا بدي الفائدة الآلية تزيد، شو بعمل بارتفاع المستوى؟ بقللها. إذا كل ما قل ارتفاع المستوى شو صار بالفائدة الآلية؟ ازداد. إذا أنا بدي الفائدة الآلية تزداد بالاعتماد على طول المستوى وارتفاع المستوى، فمشان هيك رح أزيد طول المستوى وأقلل ارتفاع المستوى، شو بيصير في الفائدة الآلية؟ بتزداد. هيك أنا بقلل علي إنجاز الشغل، يعني بوقت أسرع، بخلي الشغل هو نفسه رح ينجز، لكن إنه بوقت أسرع بسرعة رح أنجز هذا الشغل. إذا تعالوا طيب نشوف نستخدم المقاومة والقوة. أيضا الفائدة الآلية والمقاومة شو العلاقة بينهم؟ طردية، لأنهم جنب بعض. وشو العلاقة بين الفائدة الآلية والقوة؟ علاقة عكسية. طيب أنا بدي أزيد الفائدة الآلية، مين اللي رح أزيده ومين رح أقلل؟
أعمله؟ دائماً اللي بيكون طردي هو رح أزيده، واللي بيكون عكسي شو رح أعمل فيه؟ رح أقلل. إذا كل ما زادت المقاومة رح تزيد الفائدة الآلية، وكل ما قلت القوة شو رح يصير بالفائدة الآلية؟ رح تزداد. إذا هدول القانونين إنه شو علاقتهم بالفائدة الآلية؟ إنه اللي بيكون جنبيها بتكون علاقته طردية، واللي بيكون تحتيها بتكون علاقته عكسية. تعالوا نشوف هذا السؤال، بيقول لي ماذا نقصد بقولنا أن الفائدة الآلية لمستوى مائل تساوي 2؟ شو يعني أن الفائدة الآلية لمستوى مائل تساوي 2؟ بيقول لي أننا نرفع الجسم بالتأثير فيه بقوة تساوي نصف وزنه. شو يعني؟ أنا عندي هاي الفائدة الآلية، شو قانون هالفائدة الآلية؟ تساوي المقاومة على القوة. أنا قديش أعطتكم مقدار الفائدة الآلية؟ 2. فبحكي 2 تساوي المقاومة على القوة. تعالوا نضرب ضرب تبادلي، بصير عندي 2 القوة تساوي المقاومة، اقسموا على 2، على 2 القوة تساوي نص المقاومة. هاي صار عندي القوة تساوي نص المقاومة، يعني أنا بحتاج إلى قوة تساوي نص الوزن. ما احنا حكينا شو يعني المقاومة؟ يعني الوزن. إذا أنا بقديش بدي قوة عشان أرفع الجسم على المستوى المائل؟ بدي أحتاج إلى قوة تساوي نصف وزن الجسم، بحتاج إلى قوة تساوي نصف وزن الجسم. يعني إذا الجسم وزنه مثلاً 100 نيوتن، أنا بحتاج إلى قوة مقدارها 50 نيوتن، لأنه الفائدة الآلية قديش مقدارها عندي؟ مقدارها 2. إذا حكينا إنه لما تكون عندي الفائدة الآلية تساوي 2، أنا بحتاج إلى قوة تساوي نص الوزن عشان أرفع الجسم. طيب لو قال لي إنه معانا فائدة آلية لمستوى مائل تساوي 3، فرح أحتاج إلى قوة تساوي ثلث الوزن عشان أرفع الجسم. إذا لو كانت الفائدة الآلية 3، فرح أحتاج إلى قوة تساوي ثلث الوزن. لو قال لي إنه الفائدة الآلية 4، رح أحتاج إلى قوة تساوي ربع الوزن عشان أرفع الجسم على المستوى المائل.